عندنا تاريخ ديال الترشيحات ما بين 24 و 29 في الشهر، والى غايه الخميس يوم الاخير حتى 11 ونص ما كان حتى شي ترشيح، عاد حطيت الترشيح ديالي. ولكن ربما انه كانت مشاورات قبل ذلك، لانه كان طموحات وكانوا اخوان اللي كانوا راغبين باش يترشحوا، ولكن رضعوا بانه باش ما نخلقوش واحد التصدع داخل الصفوف ديالنا وداخل الحزب، انه نشوف واحد الانسان اللي ربما تيتعاطفوا مع الناس من كل جانب، ولو الاخوان اللي عندهم لائحه منافسه اللائحه الاخرى الى غير ذلك. راكم شفتوا يعني في القاعه واحد الحاجه اللي ربما نادره انه توقع بحال هكا سياسيا، يكون واحد الاجماع بالشكل باش كان. فكما قلت ماشي انتخاب انا بالنسبه لي، ولكن واحد النوع ديال التكريم في هذه القاعه النهار هذا، وواحد التتويج ديال واحد الحياه سياسيه طويله، وهذا تيأكد وتيزكي العلاقات الدائمه المستمره لعقود من زمن ما بيني وبين المناضلين ديال الحركه الشعبيه. فافتخر واعتز بهذا، وانا ممنون للناس اللي صوتوا عليا وشاكر لهم، ونتمنى انه نخرج من المهمه ديالي يعني ان شاء الله عمل ناجح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.